السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية للطلبة وتحية للمناضلين وتحية للأحرار والشرفاء في جميع المملكة المغربية المدعمة والداعمة لأبنائنا الطلبة الطب والصيدلة. هذا من جهة. من جهة والله العظيم لا هذا يندى له الجبين. راكو كان شي طالبة يعني حاملة كرة وضعت وولدها كرة ولا يحبو ربما يجي ناضل معاه، وهذا راه عيب، وهذا راه كي يجعلنا في عقولنا أحل إحساس رهيب جدا. هذا راه فاتت الحقرة وفات اللهم الاستعمار ولا الاستعمار الجديد ديال الأفكار البائسة والقاتلة. اللهم استعمار ولا الاستعمار دابا ديال هذو خوتنا اللي ما باغين لا يتحاوروا، ما باغين يحلوا مشكل، ما باغين يديروا حتى حاجة. عندهم حاجة وحدة، عندهم وذنين مسمكين وفهم طوال وعينيهم خارجين وجيوبهم عامرين من سرقة الشعب أموال الشعب. ورا كلكم عارفين واش يجرى كاي كيجرى مثلا في كلية ديال السطات، ورا الفرقة الوطنية راه داخلة على الخط، ورا هذا راه منكر. هذا والله إلا أنا منكر. واش دابين لي عليكم جهاز أحسن جهاز في الدولة اللي هو جهاز الصحة والتعليم العالي الآن موقف 9 شهور؟ راه عيب هذا، عار هذا. واش ما كاينش شي واحد عنده النفس هنا في المغرب؟ والسابق هذيك الأملاك الدولية والصناقة الدولية السابقة قتلت لكم النفس ديالكم ولا شنو؟ وانتم بغيتوا تقتلوني أنا حنا نفسنا ولا شنو؟ ورا ما نقبلوش بها. ورانا قلت هذيك المرة، قلت لك هذوك الناس راه إلا كنتوا تسلفوا بهم راه ما يجوش يفرضوا علينا حنا كأمة مغربية عندها تاريخ 12 قرن. احنا كنعطيو الجزية على ذاك الفلوس اللي كيعطيونا او على ذاك القروض اللي كنديروا بها. وحنا راه الدولة ديالنا راه مشات في واحد المخطط اللي هو تخريبي، وانا غنقول لكم علاش. ومن حكومة عبد الرحمن اليوسفي وهما كيبيعوا في الشركات ديال الدولة واللي هي هازة لنا اكبر عدد ديال البشر، وبالتالي كل الحكومات اللي جات من بعدا مشات على نفس النهج، منهم بركيران، منهم هذه الحكومة الحالية. وبالتالي احنا ولينا كنمارسوا افكار استعماريه على اولادنا وراه ما نقبلوش فيها. وانتم راه غادي تنوضوا الفوضى ديال المغرب، وراه كيما غادي تبقاو تدوروا وحتى هذاك الساروتي يدي فورماك وغادي تولي بحال سوريا وبحال اليمن وبحال العراق، وما تبقاوش لا توما لا احنا نعيشوا. نكونوا واضحين، راه ما بقيناش. راه المغرب اليوم وليس هو المغرب ديال 1900 ولا 1890 اللي كانوا على الفلاحة. الناس راه قرات، رانا قلت لكم انتم راه ملي التخطيطات ديالكم كتقولوها وكيجيو الصحابة وكينشروها راه حتى حنا كنديروا لها تحليل وكندوزوها حتى حنا في المختبر. والصالحة للشعب ولا ذات الشعب، راه ما تبقاوش تضحكوا على الشعب. يعني هاد الوليدات هادو 9 شهور الان، انتم كاباء شنو الانعكاس ديال هاد المشكل عليكم انتم؟ وراه الانعكاس حنا دابا راه منعكس ماشي علينا حنا وماشي على اولادنا، وراه على كلشي الشعب. وراه اللي كيقول لك ما فكيتو المشكل كنقول له مازال اولا ومال ما كاينش حتى واحد رشيدو اولادها كاع يطول شي كاع 9 شهور هو يقول يمكن الناس ماتوا ويسموا بعاب الموتى. قال لك ما بقاش عندنا حكومه، ما عندناش برلمان، عندنا على الموتى. قال لك في البرلمان ولا في الحكومه؟ ايوا بحال ما كيقولوا لنا الناس. اولا قال كاع الشيء ما جبروا كيفاش يحلوا المشكل، انا ما كاين حتى شي واحد عاقل وشي واحد رشيد، ما كاين حتى شي واحد زعما فيه نفسه. وضربوا على الامه المغربيه وعلى الشباب، ما لا الشباب هو جا من جهه اخرى ولا شنو؟ واش هذه بدايه ديال استعمار فكري جديد او لا شي استعمار غادي يكون مستقبلا؟ الله اعلم. انا ما بقاش كتهمنا السمنه البيضاء، احنا السمنه البيضاء دخلنا ليها، احنا ولادنا ما ينجحوا. اش خير ما ينجح؟ يقول لي اش خير ما جا؟ اش نمشي دوك اسرائيل يعطيو 20 على 20 صافي انت غير تولي بسلامه راه تا ناجح اسيدي ما ينجحش. خاصو ينجح على استحقاق، على جدره واستحقاق. هذا هو اللي نعرفه الطبيب، ماشي نعطيني 20 على 20 نعطي ورقه فيها 20 على 20 وعقله خاوي. راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. هذا راه كيظهر لي حنا باغيين يديرونا بحال القضيه ديال 1960. وهذا راه كنقولها لكم وربي شاهد عليا، وراه معاوده لي انا جدي ومعاوده لي بويا. قال لك من الاستعمار من فرنسا انتهت من الحرب خاصه اليد العامله، واليد العامله اللي كتقول الفلاحه. واش اللي كنعاود لكم انا صحيح؟ ولا اللي بغى يسمع ذاك الشيء ويعرف واش هذا واستحقاق نديه لعندنا هنا ويعاودوا لي الناس اللي عندهم دابا 80 عام وعندهم 90 عام وعندهم 100 ويعاودوا لي ويقول لي هذا الشيء كلام صحيح. اشنو داروا الناس ديالنا حنا ذوك البياع اللي كانوا خدامين مع الفرنسيس مع الفيرمات ديال الفرنسيس وملي شدوا مال الفيرمات وخاضوهم اش داروا؟
جاو لعاد القايد وجاو عاد الباشا، لان ديك الساعه باقي ما كانت عماله. اش قالوا لهم؟ قالوا لهم احنا راه ما يمكنش تصيفطوا لنا اولادنا. قال لهم علاش؟ قال لهم انتم ما تصيفطوا يمشوا ما عندهم ليه، وحنا شكون اللي يخدم لينا هنا؟ لانهم هما كان يعبدوا، احنا كان يقول يبقى يخدم مني يطلع الشمس تروح الشمس. علاش؟ لانهم هما كانوا خدام ديال العبيد ديال فرنسا، وبغاو يخدموا العبيد ديالهم هما في هذاك الوقت، وهما اولاد المغرب. وفعلا مارسوا عليهم، والناس اللي مشات برا راه دارت مستقبل، والناس اللي ما كره حرتوا عليهم ودقزوا عليهم الدكاكه، والناس كاينين مساكين ماتوا كواك بالعذاب ديال داك الشيء ديال 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 الفلاحه، وما خرج والو. وهذا راه منكر وغنردوا لينا حنا. اذا انا جاي دابا بالمحمديه ودار المستشفى الدولي بجهته الدوليه، باش عندو طاطيبه ديال الامريكان، عندو ديال الانجليز، عندو ديال الفرنسا، عندو ديال الالمان. وعلاش هما بانوا من اقوى دولي؟ وعلاش كتمشيو نتوما الدواء في الصبريون وفي البرتغال وفي الالمان؟ ياك هو دولي عندكم نتوما هنا، وانت حداك تدوز هنا عندو. هذا اللي كيقول وزير ولا غيره ولا غير وزير. اللي باغي يدير انا يكتب لي الشعارات ديال الاسماء، واش يسحبوا يضحكوا علينا حنا ولا شنو؟ وما يضحكوش علينا حنا، وما يضحكوش علينا من الاسماء. واش ولا كاين شي فعل؟ حنا خاصنا نطبق الواقع ونهزك ونهز الراية المغربية ونراري بك. ولكن باش جيت تضحك عليا فكريا راه ما نقبلوهاش. وتحية نظارية.